في نشرة الأخبار القادمة على شاشة التلفزيون العربي نتناول فيها التطورات السياسية في ليبيا عقب الاشتباكات التي شهدت العاصمة طرابلس، كما نتابع آخر ردود الفعل على نتائج الانتخابات النيابية في لبنان، وفي النشرة أيضا نسلط الضوء على تطورات الاجتياح الروسي لأوكرانيا وتداعياته عشية تقديم السويد وفنلندا طلبا مشتركا لعضوية حلف الناتو. أنا راجل زيارة، سأكون معكم في نشرة الأخبار القادمة في تمام الساعة 5 بتوقيت غرينتش، 8 بتوقيت القدس والدوحة، أو عبر البث المباشر على يوتيوب.